اهلا بيكم في حلقة جديدة من كواليس يلا كورة. النهاردة هتكلم معاكم في عدة موضوعات. الموضوع الاول خاص بالمنتخب الاول، المنتخب الاول والكابتن حسام البدري عايز يضم 2 لاعيبة لمنتخب مصر في معسكر شهر مارس، بس هو قلقان. قلقان ليه؟ لانه اللاعب الاول وليد سليمان واللاعب التاني عمرو وردة. قلقان من ناحية وليد سليمان شوية، جهاز المعاون قال له سن وليد كبير بس هنستفاد منه 20-30 دقيقة، فالكابتن حسام متردد شوية، ولكن قد نرى وليد سليمان في المعسكر اللي جاي والتفاوض على وليد كبير جدا. اللاعب التاني عمرو وردة الكابتن حسام قلقان ليه؟ لانه كان في مشكلة مع اجيري، تم استبعاد اللاعب بناء على هذه المشكله في بطوله الامم الافريقيه، وبعديها يعني الامور كترت حوالين عمرو ورده في الراي العام، فخايف الكابتن حسام شويه. جهاز المعاون قال له طب ما سهله، طالما احنا محتاجين عمرو عشان اللعيبه قليله اللي عندنا، احنا نقول للجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره ان احنا هنجيب عمرو وناخد منهم الموافقه، ولو رفضوا يبقى احنا برضو خدنا الامان. لو في ناس جت قالت لنا انتوا ليه ما بتجيبوش عمرو ورده، فنقول لهم انه ده قرار اتحاد كوره، يبقى احنا كده خرجنا من المطب الصعب اللي احنا فيه. موضوعنا التاني خاص بالمنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي هيستعد ازاي والناس عايزه تطمن على المنتخب الاولمبي؟ لا، انا بقول لكم اطمنوا، لانه المنتخب الاولمبي متحضر له حاجه حلوه قوي في شهر 3، وهي دوره وديه في دبي. الدوره دي شرط اساسي ان المنتخبات اللي هتلعب فيها المنتخبات هتكون منتخب اولمبي وصعد للاولمبياد. فهو الكابتن شوقي غريب خلاص نسق مع الناس كل حاجه، وان هم رايحين في شهر 3 هنلاقي الارجنتين البرازيل لو صعدت هنلاقي منتخبات قويه جدا، وده هيبقى خير تاهيل لمنتخب مصر الاولمبي. محدش لسه يعرف حاجه عن الدوره دي نهائيا. هنروح لنادي الزمالك، وعندنا موضوع مهم جدا وهو خالد بوطيب مهاجم الفريق. هو الزمالك هيعمل ايه مع خالد بوطيب؟ خلينا نقول لكم من خلال معلوماتنا ومصادرنا. مسؤولين نادي الزمالك كلموا اتحاد الكوره قالوا لهم يا ريت تعطلوا اي اجراءات خالد بوطيب بيعملها او تعرفونا بها بدري. ليه بقى اللي بيحصل داخل نادي الزمالك؟ اللي بيحصل داخل نادي الزمالك انه خالد بوطيب جاي نادي الزمالك 3 سنين ونص، فاضل له 2.5 سنين، قال لهم عايزين اكمل، انا ما عنديش مشكله اكمل، بس ما فيش حلول وديه. الحل الوحيد اللي انا وافق بيه ان انا اخد بقيه عقدي او اخد فلوس عقدي كلها المتبقيه، عشان كده مش هكمل. هم خايفين من ايه نادي الزمالك في النقطه دي؟ هم قلقانين انه الوكيل محمد عزيز بتاع خالد بوطيب قال لنادي الزمالك ان احنا هنتضامن مع حمدي النجاز في الشكوى بتاعته، فبالتالي يبقى حالتين في نفس النادي ونفس المشكله ونفس المستحقات. ده بيقوي موقف الاثنين لاعيبه جدا قدام الاتحاد الدولي او اي مكان هيلجأوا ليه، عشان كده نادي الزمالك عارف خطوره الموضوع، فبيحاول بلغتنا ان هو ينيم الموضوع شويه في اتحاد الكره لحين الوصول لحل مع خالد بوطيب او وكيله، علشان خاطر ما يحصلش ازمه كبيره لنادي الزمالك. هختم معاكم النهارده بقى ببعض الاخبار من النادي الاهلي. كمان في خلاف داخل النادي الاهلي بين لجنه التخطيط والناس المسؤولين عن الجهاز الفني، اولهم كابتن سيد عبد الحفيظ. ليه بقى الخلاف؟ الخلاف سببه قفشه. لجنه التخطيط قالت انه قفشه كان موجود في احدى المباريات الخماسيه، فاحنا شايفين انه احنا نغرمه ماليا وان احنا ما نحرموش من مباراة النجم الساحلي، في الوقت اللي الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لا، احنا نوقفه ماتش النجم وخلاص نبقى نرجعه على ماتش الهلال وبلاش اغرمه ماليا. الخلاف ده كان عمل شويه يعني خلاف وجهات النظر بين الاثنين، وفي قعده بينهم خلال الفتره اللي جايه علشان وضع النقط على الحروف، خصوصا لو هذا الامر تكرر، لانه تكرر قبل كده لو نفتكر مع ناصر ماهر اللي موجود دلوقتي في سموحه. ودي كانت حلقتنا النهارده من كواليس يلا كوره. We'll be right back.